ذوي الاعاقه. انا النهارده كان جاي لي سؤال المشاكل اللي بتقابل الاحتياجات الخاصه في الشوارع عموما ايه، فانا هحكي مثل بسيط حصل. انا كنت مره في محطه المترو، وصلت محطه المترو كان فاضل على ميعاد المترو عشان اخر المترو يجي، كان فاضل حوالي ساعه ونص. احتجت العامل عشان يجي ينزل الاسانسير، للاسف ما لقيتش العامل موجود، ولما بعت حد يسال يعني مدير المحطه فين العامل، قال ان هو اخذ المفتاح بتاع الاسانسير ومشي. فاضطريت استغنى عن الكرسي بتاعي واتحرك بايدي، انا الحمد لله بعرف اتحرك بايدي كويس. وطلعت المحطه وبدات اتكلم مع مدير المحطه ان انا اخد اسمه، عشان انا كنت حابب ان انا اعمل فيه شفوه، ان ما كنتش عارف ان ده يعني قانون من قوانين المحطه ان الموظف الخاص بالاسانسير بيمشي بدري قبل ميعاد المترو ما يخلص. فحاولت اتكلم معاه، ما جاتش، يعني انا ما عرفتش اوصل منه باي معلومه. اضطريت انزل محطه المترو واطلعها على ايديا. طبعا الموضوع ده كان صعب جدا وكان مأساة بالنسبه لي، لان تخيلت لو كان في حد متحدد اعاقه تاني، او حد مش متحدي اعاقه خالص بس عنده حاجه تعباه، وركب المترو في الميعاد قبل الموظف ما يمشي ب 10 دقايق، وميعاد الموظف دي ان هو خلاص اتحرك ووصل هو المحطه اللي هو رايحها، وما لقاش الموظف التاني اللي هيبدا ينزله الاسانسير. دي هتبقى ازمه جامده جدا، وانا مش عارف يعني، دي مشكله جدا. البلد هنا متجاهله الموضوع ده تماما، مفيش اي فكره في ناحيتنا، مفيش اي دعم لينا. مجرد موظف جه فتح الاسانسير، قفل الاسانسير، مشي، مين جاي مين هيروح تاني مش مهم، خلاص هو كده مهمته خلصت ووقت الشغل بتاعه خلص. تمام. انت بتطلب الدوله بايه؟ بتطالب الدوله بايه؟ بطلب الدوله بتجهيز، يعني مش تجهيز بالاحساس بينا بس مش اكتر. احنا مش طالبين مسانده من حد او مش طالبين مساعده ماليه من حد، احنا طالبين ان الموضوع يتجهز بس بنسبه 100% بدل ما هو 10% تجهيز بس. انا ساكن في غمره، لما بحب اركب المترو عندي ما بعرفش، لان محطه المترو عندي عشان اخشها فيها بعض الحواجز عشان لازم اعديها عشان اوصل للاسانسير، ولو وصلت الاسانسير لوحدي انا مش هلاقي حد يطلع يبعت للموظف فوق. يعني انا ما بقتش عارف حتى لما اوصل محطه المترو انا هبدا اناشد الموظف ازاي، هناديله ازاي، لا اعرفه ولا هو يعرفني، ولا معايا رقم موبايل، ولا معايا مثلا سمارت كارت ممكن احطه في الاسانسير عشان الاسانسير يفتح لي عشان دي حاله خاصه، ولا في جرس ان انا اقدر ادوس عليه ان الموظف يقدر ينزل لي، لا في رصيف عادي جدا لازم اتخطاه عشان اعدي، في بوابه حديد فيها عتبه كتيره جدا حديد لازم حد يشني عشان اعديها، فطبعا بقى الموضوع بالنسبه لي مؤسف جدا. تمام. صعب ان انا اروح اركب المترو، والاسم ان المترو مجهز، غير ان محطه سراي القبه اللي هي فيها المجلس القومي بتاع الاعاقه اللي المفروض ان كلنا بنبدا نتحرك لها، المحطه ما فيهاش تجهيز ان احنا ننزل نتحرك فيها. المحطه عشان نقدر نعدي من خلالها نروح المجلس القومي لازم نطلع سلم مشاة، وطبعا مش هو مش محتاج تصوير، كلنا عارفين فيلم المشاة طويل قد ايه ومتعب قد ايه، فالحوارات الخاصه دي هتعديه ازاي؟ برضه انا مش عارف ليه برضه الدوله متجاهله الموضوع ده. تمام. طب انا رحت الهيئه الخاصه لمترو الانفاق واتكلمت مع المسؤول هناك، ولقيت المسؤول بيقول ان المترو في حاله ان هو حاله ماديه غير مستقره، ان هو يقدر يعمل لنا الدعم دوت او يساعدنا نجهز المحطه دي. قال لك معناش فلوس؟ لا، المترو معهوش فلوس، المترو اتحول لشركه والشركه فقيره واحنا بنحاول نلم فلوس باي طريقه.